شباب الجثة اللي هنا نزلتوها آخر آخر شهيد هنا نزلتوه والله العظيم شو اللي صار؟ احنا كنا نايمين ما شفنا الصاروخ واللي وقع علينا. الطابق من الطابق الثاني من الطابق الثاني في شهداء والطابق التحتاني في اصابات. هاي اللي شفناه بس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كنت نايم انا لحظه الحظ ما شفتش الا كل رادم فوقي كل رادم فوقي بطلع زي هيك وانه رادم الصاروخ خش علينا من من الطابق الثاني خش علينا جوا طلعنا نسعف في الناس والشهداء وما الشهداء منين يا شيخ علم كيف بتصرف يا اخوان في حدا جوا فهمنا مش عارفين